السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. ماشي الفوكس. اش تبارك من الجري انا صاحبي. ماما جيت اليوم سي مخدي النهار ديال لي زاكتيفيتي. جري عليا جري عليك. وتخما لا وزكاي وخاتي لا فامونتري. ايوا دخلنا جوديا اول حصه عندها في لو شون، دخلتها غادي تجرب. ايوا غادي نشوفو، غنشوف دابا من بعد ما غادي تخرج واش عجبها ولا ما عجبهاش. هي عزيز عليها لي شونسون، زعما تغني. دونك درت ليها هاد لاكتيفيتي ودابا كنتسنى حتى تخرج ونشوفو الريزولتا. اون اتوندو غادي نمشي نشوف شنو غادي ندير، حتى عندها ساعه ونص ميمكنش ليا نبقى نتسنى. شوف هاديك راه جالسين كيلعب. جري عليا نجري عليك. يلا ونيرا، يلا ونرجع معكم ابخي. هذه هي لا ميدياتيك لوديسي، كبيرة فيها بزاف د الحوايج. اي سي با فيني، فيها لو شان لو تياتر لا موسيك الموسيقى كلشي. حنا دابا في السونتر مدينة، ندوركم معانا. يلا مشينا يلا. هنا صافي خرجت انا والدراري، استغليت الفرصه مشيت لهنايا للمغازان ديال اوركسترا باش ناخذ واحد المونطو لبنتي. ايوا قلت ما نبقاش هذيك الساعه كنتسنى. هي ماشي ساعه ونص، ساعه من الوحده ونص لجوج ونص. صافي زيت صوفيا وغيان ومشينا هنايا، دخلنا لهذا المكازان. بقيت كنقلب على لي مونطو، في حقيقه لقيتهم ما حاطينش شي مونطوات زعما اللي باغا انا. لقيت غير هاد المونطو. انا في حقيقه باغا كنت باغا ناخذو ليها في الغوز. الغوز شويه بارد، ساعه ما لقيتش، عرفتي ما خليتش. فين مشيت ما لقيتوش، وكاينه هذيك الملي ماغازان اخرين بعاد عليا، ما يمكنش ليا نمشي. صافي قلت لها غنقضي لها غير بهذا، هي عندها ديجا وراك عرفتو ملي كتحطيهم يتصبنوا ما كي خاصك تبقاي تسني حتى ينشفوا هذا. دونك قلت اللهم نزيد لها هذا. ايوا صافي خديت لها هذا. ضربت دوره شي شويه في الماغازا، شفت نوع جديد هذا المونطو بحال اللي كان عند جوديا، عرفتي زوين صبن ورد غزال. صافي صافي صغار عليه، حيدتو ليها. واش لا مونطو واش لا، والله الا الدراري تبارك الله عليهم كيكبروا وما حدهم يكبروا وتيتشري. ايوا اش غيدير الواحد، الله يعطيهم صحيحتهم ويعطينا صحيحتنا حتى حنايا ان شاء الله باش نكبروهم ونكونوا معاهم وزعما يكبروا في طاعه الله والنبي رسول الله ويخرجوا لينا مهديين. ما نتمحنوش معاهم، لان في الحقيقه هذا الجيل هذا اللي طالع دابا الله يعطينا ببركته، صعيب 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 بزاف. وسيرتو ولاد الخارج كيكونوا اصعب مازال مع الحقوق وداك الشيء ما نقولش لكم. اي والله قدرنا عليهم يا ربي. صافي خديت ليها هذا المونطو ودرت جوله كما قلت لكم، وكنت غادا خارجه وبانوا لي هاد لي مونطو زوينين ديال بحال عند صوفيا. هاد عند جوديا هذاك الزرق عندي واحد منه، عرفتي زوين سيرتو ملي كتصب الشتا. ما كتلقايش مشكل في الحوايج الدخلانيين، باسكو ملي كيكونوا دايرين لي مونطو عاديين كتصب الشتا كيفزقوا كاملين من الداخل وسي ديزاغريابل، ما اللمسه ما كتكونيش مرتاحه. هاد لي مونطو مخرجينهم كتصب عليهم الشتا وهذاك الماء كي غليسي لو سا غليس سور لو مونطو، ما كيدخلش لداخل غير كيزلق. كتصب الشتا وهذا الماء كيزلق على المونطو، ما كيدخلش ما كيفزكش الحويجات لداخل. صافي شفت هذا كملت كلشي ورجعنا لجوديا، هزيناها من الكونسيرفاتوار. Alors, Jodia, c'était bien? Oui. Vous avez fait quoi? On a chanté. Après, on a fait un petit échauffement avec les lettres A, A, E, I, E, O. D'accord. Après? Et bien, après, on a chanté la chanson complète. C'est bien. Donc, on continue alors? Oui. Bon, on va continuer alors. On va faire la.
غنكملوا معاها نشوفوا تخرج لينا شي فنانه صعيده. غنمشيو دابا لمسيو غايه نشوفوا لي هذاك ديالو. صافي حنا قررنا دابا غادي ندخلوا للدار. صافي تولي جيب لي القزبر والمعدنوس من عند الجزار. راه هذاك باش نقلب لكم كاع القزبر والمعدنوس. وهنايا كاين شوفوا الدجاج في الاوتوغري. حنايا عندنا هنا السناكات، عندنا السناكات في المغرب على عارفين ما درتي تلقاي سناك فيه الدجاج وهذاك الشيء. هنايا هنا الجزار عندنا فيه روتيسري كيديروا الدجاج، ولكن انا هذا ما ناكلوش واخا نموت كنبغيش ناكلو كيقتل خايب. ما انا اصلا عند الناس الا ما كانش الدجاج عارفه شي واحد ما كناكلوش. دوغ جري عليا نجري عليك. وهنايا كان فات عليا الوقت شويه باش غادي نعجن البيتزا، ولكن لقيت واحد الطريقه زوينه. اجيو معايا اجي اجي ما تمشيش خليك تبقاي معايا تخلى عليك بالله الا ما بقاي. نوريكم الطريقه ناري غنطيح كنت غنطيح نوريكم الطريقه ديالي ديال الخميره ديال العجينه ديال لابيتزا. طارا كديرها فوق الغادياتور ملي كيوصل عليا الوقت كنكون مدروكه بحال هكذا ما كيكفانيش الوقت. شي نورمالمون هي العجينه ديال البيتزا قد ما خمرات قد ما لاباط كتجي رطبه وكتجي زوينه وكتجي فنه كتجي هشيشه. دونك قد ما خليتيها كتخمر قد ما مزيان. انا دابا تدركت ما عنديش الوقت والدراري خص يلاه لا دوش لي ديفوار وهذا ما كاينش الوقت بزاف. اشنو كندير؟ كنشعل الغادياتور وكنحط فوق منه العجينه ديال البيتزا. نتوما شوفوا والله الا خمرات راه غاديه. يلا نحيدها دابا من فوق الغادياتور ونديكم معايا. المهم راه غنقول لكم اشنو درت في لاباط، انا راه ديجا مقاسمها معكم في القناه نورمالمون. يلا نهزها ونمشيو نوريكم اشنو غادي ندير. انا غادي ندوز معكم هنا المقادير. شوف هنا كتبان لي كيبان لكم مزيان. هنايا عندي هاد لاصوص الطوماط ديجا مصاوبه. الا ما كانش عندك لاصوص طوماط المهم كتاخذي البصله كتشحريها مع شويه زيت العود وكتحكي عليها مطيشه وكديري درس ديال الثومه غير دريس واحد وكتخليها تشحر مزيان مزيان مزيان. ابخي بغيتيها تبقى لك المطيشه حتى هي تتحكيها، بغيتيها ما تحكيهاش كتقطعيها مرصوات وكتميكسيها بالميكسير. المهم انايا دابا حتى ما بقاش عندي الوقت هاد لاصوص ديجا مصاوبه كنزيد فيها غنزيد فيها شويه الملحه وشويه ديال الزعتر شويه الزعتر وشويه زيت العود. دونك هذه ديجا ديال البيتزا ديجا مصاوبه. هنايا عندي الفلفله خضراء مقطعه، هنا الخضراء خضراء صفراء هنايا الفلفله صفراء مقطعه، وهنايا البصله، وهنايا الموتزاريلا. وغادي ندير فيها انايا شويه الكفته. الا ما كانش عندك الكفته تقدري ديري غير الطون ماشي مشكل. لاباط غادي ندوز نقول لكم اشنو درت فيها. وكما قلت لكم قبيله راني ديجا مقاسمها معكم في القناه. يلا ندوز دابا نصوب مطيشه ونخليكم معايا ما تزابيوش. غناخذ هنا كيف قلت لكم هنايا لاصوص طوماط انا ديالي حتى ديجا واجده. كنزيد فيها شويه الملحه، كنزيد معلقه ديال تقريبا معلقه ديال زيت العود بحال هكذا وشويه ديال الزعتر. صافي هذه في الحقيقه انا غير كنبغي نزيدها، اما هي راه ديجا مصاوبه مقاده. صافي كنخلط كل شيء. ولا لاحظتوا هنايا الفلفله والبصله راه ما كنديرهمش ما كنشحرهمش كنديرهم خضرين باش كتنقصي عليك اصلا تماره وتنف هاد الخضر كتبقى في الفوائد ديالها ما كتمشيش لا كاع هذوك الفيتامين منها كتسهلي عليك الوقت كتدركي الوقت ما كتضيعيش ومنها تخلي جميع الفوائد ديال لي ليغوم. يلا دابا غادي نمشي نجيب لاباط وغادي نبدا. سميتو مع داك يطيح الليل مابقاش كيبان هادشي مزيان. المهم يدك ضروري كتزيتيها باش لاباط ما تلصقش ليكش في ايديك بحال هكذا، ولكن تحاولي ما ديغازيهاش بزاف باش ما تديش لاباط راه كتبقى جاريه بحال هكذا سي نورمال. هذا هو السر من اسرار البيتزا ديال لابي فولوس. هذا هو السر ديال لاباط باش كتجي بلاتي نزيد شويه هنا حتى عندي اخرى لاطه صغيره باش كتجي عرفتي سخون مبينه من فوق من هاد الغادياتور. والله حيله زوينه. صافي هنايا دابا غنطلق لاباط ديالي غنطلقها مزيان هنايا ونرجع معاكم باش نبداو في العماره. وهنا الا لاحظتوا هانتوا دابا انا درت لاباط. انايا السر ديالي
اللي نقول لكم ونشارك معاكم. لاباط ما كنديرهاش ما كننتكهاش باللا فورشيت، كنخليها بحال هكذا. هذا هو السر ديال لاباط ديالي، كتجي واعره. المهم هنايا غادي ندير لاصوص طوماط، ومن بعد غادي نحط عليها الموتزاريلا، كندير فوق منها الموتزاريلا باش كيجي كتجي زوينه، زعما كتجي بحال هذيك البيتزا ديال المطاعم ديال الخيوطه، كتقطيها كيبقى غادي الخيط ديال لا موتزاريلا. صافي هنايا، وانا دابا خليت شعلت الفران كيسخن ضروري، حيت لا بيتزا كتبغي الفران يكون سخون مزيان. صافي هنايا غادي ندير المطيشه، غادي ندير عليها وحده، غادي نديرها ديال الكفته، والاخرى غادي نديرها ديال الطون. انا بغيت نديرهم كاملين كفته، من الساعه قالوا لك لا دير لينا وحده ديال الطون وحده ديال الكفته. صافي هنا لا موتزاريلا، وهنايا صافي صوبت البيتزا الثانيه ديال الطون. سخنت الفران كما قلت لكم مسبقا، درجه الحراره 190، كتخليه حتى كيسخن مزيان. انا كنشعل عليه لتحت هو الاول، عاد ملي كتطيب ليا كنشعلها من الفوق باش هذاك الفرماج ما يتحرقش، لان الا شعلتي الفوق والتحت الفرماج كله كيتحرق، ما كيبقاش عاطي هذا المنظر زوين. دونك درجه الحراره درجه الحراره 190، كتشعلي لتحت هو الاول حتى كطيب، عاد كتشعليه عليها من الفوق. المده على حسب الفران، كاين الفران اللي كيطيب دغيا، كاين الفران اللي ما كيطيبش دغيا. المهم انا استغرقت لي هنايا تقريبا شي 25 دقيقه الطياب ديالها كامل. صافي دابا غادي ندخل هاد الثانيه طيب ليا. كوندون لي بيتزا يطيبو، دخلت عندي الاخت ديالي في الكوزينه لقاتني واقفه، قالت لي لي عندك شعرك ما مقادش، شي طويل شي قصير؟ هي تقول لي راني نجبدوك، عندها واحد المقص ديال لي كواف. عندك تقطع عليا بزاف، غير شويه اشويه ناري هداك. نشوف نشوف راني نشوف، حيت انايا اصلا قطعته وعجز ليا ما بقاش باغي يطوى. نشوف شحال حيدتي ناري، حيدت ليا بزاف. لا 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 ما تحيديش بزاف، ها شويه على مزيناتو زوينه، على مزيناتو. انت كتعرفي تقطعي بعدا ولا عام وتطفيله؟ حيتاش دابا انا خواليا اصلا دابا خصني ان شاء الله غادي نبدا واحد لو تريتمون، كنت ديجا هذيك العام خديته. نقول لكم السميه ديالو زوين، هو سميتو فور كابيل تريتمون غزال، كي الشعر ما كيبقاش يطيح لك. صافي بركه ما تقرميش، صافي دابا خاصك تدور على الجهه اخرى باش تدوز على الجهه اخرى. بس الكاميرا بغاتش تبان في الكاميرا، يلا ها انا اختي والله راك غتباني. لا ما غنبانش. المهم ها انتم راه طلعوا لي اللي غاسين بزاف، باينه ما بيناش ما بيناش بين عيطك كي دير لك ندير لك هك ما باغاش تبان. ايوا تقطعوا عندك وصافي. لا واش دي مزيان، ديري بحال كيما كيدير الكوافير. شوف انا راه عندي اش عندك عندها داكشي عندها القصه ناري ضربي لي البركه في الايد. يلا ديري بسم الله، قولي بسم الله كاع ما سمعتي قلتي بسم الله. بسم الله انت بغي ندوحوك عندك بشويه شويه صافيش. الجهه عندي اصلا دايره قصير. صافي المهم هي غادا تقطع ليا دابا هنايا، خصك هنايا شويه الله. صافي هي غتكمل ليا التقطيعه ونوريكم. هي في حقها ماشي تقطيعه، عن قصتيها داك الشيء اللي زايد. هانتوما لي غاسين راه بداو كيطلعوا، دابا خصني نعاود لا غاسين، ياك نعاود على كولور واقيلا، ماشي نعاود غير كولور. ايوا صافي هادشي كاين. كي جاكم شعري؟ قطعيت نكمل لك فيني انا اختي، لا كوافيز قالت لي قطعيت نكمل، وحنا غنقطعوا يلا تنكملوا. قطعت لي قالت لي المقصره، هذا المقصره عندي واعر. يلاه انتما شوفوا دابا الكوافير انا يتقام عليا 0 اورو،
زيرو اورو كوافير فابور عدا اون بلوس المقص ديال المقص ديال لي كوافير ياك شريتي مقص ديال الكوافير ديال لي كوافير يا صافي انتما قولوا لي كي جاتني التقطيعه بصحتي وراحتي التقطيعه ديال فابور زيرو اورو ولكن اختي بقى فيا شعري ملي راك قطعتي ليا بزاف وقيله شوفوا حيدات ليا كومين بزاف وهذا حتى هو شوف دابا انا راه دايره راسي فرك بحال راه معط كندير بحال هكذا قطعات ليا شعري شوفوا الله الا بقى فيا ها اختي راك حيدتي كومين يا انا شهبه ضحكتيني يلا سفي غسلي يديا ونشوف هذيك لابيتزا فين نخرجوا صافي غدا نقطعهم عرفتي غير جربوا هاد لاباط انا راني دابا نسيت ما قلتش لكم قلت لكم زعما هذا المقادير ديال لاباط غادي نخليها لكم في صندوق الوصف وراه ديجا دو فاصون ديجا راني مشاركاها معكم في القناه كان داتها الاخت ديالي دونك راه ديجا مشاركه معكم في القناه ولكن انا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف صافي هذه هي البيتزا ديالنا قطعها عرفتي راه كتجي زوينه عرفتي لاباط كتجي بحال الزبده فنه جيت نهز اوه عرفتي كتحرقني سامبغيول جيت نهز هذيك تحرقتني هنا في يديا عرفتي دابا راه كتحرقني صافي ها نتوما شوفوا لاباط كتجي شتو كتجي خفيفه وزوينه يلا نقلب الكاميرا باش نقول لكم السلام عليكم صافي هنايا كتكون سالات لا فيديو ديالي خليتكم بخير وعلى خير الا كنتي باقي ماشي ابوني ديري ابوني وضغطي على الزر اللي على اليمين ديالك باش يوصلك اي جديد ديالي هذا فضلا وليس امرا اللي حباتو اللي عجب اللي حبات خاطركم ولا عجبتكم القناه ديالي ديروا ابوني وما تنساوش ديروا توجور لي لايك خليتكم بخير وعلى خير جو في غرو غرو بيزوات نقول لكم السلام عليكم.